السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نهاركم مبروك، من الصباح مبروك، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله الفيديو سيفكم احسن حال. اليوم ان شاء الله بحول الله وقوتي غنوجد معكم الحرشه السائله سهله لديو في الغفله، ان شاء الله تعجبكم. وشكرا لخوتي اللي دخلوا عندي جداد، واخواتاتي شكرا لكم بزاف. عندني جوج كيسان ديال السميد اللي كنديرو بيه البسبوسه، السميد الناعم عندي جوج كيسان، كاس العنبه عندي جوج كيسان ديال الحليب، عندي الملح، عندي معلقه ديال الزبده، عندي نص كاس ديال الزيت، خلطه بلديه مع الزيت النباتيه، عندي بيضه، معلقه صغيره ديال خميره الحلويات بيكن باودر 7 غرام، عندي فاني 8 غرام، عندي هاد الحبوب اللي كندير انا في الخبز، فيها زرعة الكتان، فيها اليانسون، فيها شلجلان، اللي فيها زرعة الكتان، فيها الشانوج، فيها بزاف الحاجات اللي كندير انايا في اللي كندير في الخبز اللي ضافيته مشاكه معاكم. عندي هنايا السكر على حسب الذوق، كندير انا 3 المعالق كبارين. الملح والسكر كيبقى اختياري حسب الذوق ديالكم. نبداو دابا على بركه الله، غنبداو بالسميد هو الاول، جوج كيسان. بسم الله، كندير هاد سميت هاد الزبده، عالقه ديال الزبده كندخلها في هاد السميده، هاد الحرشه زوينه في ساعه كتوجد وكتجي هشيشه ورطبه على حساب الناس الاخرين اللي ما كيبغيوش ديك الحرشه الاخرى كتكون شويه قاصحه، بحال الناس الكبارين في السن، بحال الناس نيت اللي باقيين صحاح كاين اللي ما كيبغيهاش قاصحه، كتجي زوينه. هذه هي المعتمده عندي اللي ما كنديرها، نهار جربتها في الاول كتعجبني وليت كندير هذه الاخرى القاصحه، الصراحه ما كات ما تتعجبنيش، وهي خاصك تاكليها سخونه هذيك الساعه طيب، خاصك تاكلي لو بقات تبردت ما تتكاش، هذه واخا كتبرد كتعجبك تاكليها. كنضيفوا هذا الزيت، كنحاول ندخلوه كامل في هاد السميده مع هاد الزبده، دابا من بعد ما دخلناها كنزيدو هذيك الحبه ديال البيض، كنضيفو الملح، كنضيفو فاني، كنضيفو من هاد الحبيبات، خلي شويه من بعد نضيف هاد الخميرة، نضيف واحد القطرة ديال الخل نسيت ما قلتهاش، شويه ديال الخل هاك عالقه صغيره، نضيفو السكر، بسم الله، وحده جوج ثلاثه، نضيف الكاس الاول ديال الحليب،
ديري غير صباع بحال هكا. كنضيفها الكاس الثاني. خافيش منها تقولي راها جاريه في السميده، راه دغيا كبشر انت غتشوفيها غادي تعجبك، غتقولي دائما ديريها. واللي جربها وعجباته يكتب ليا في التعاليق. صافي دابا نخليها ندوز ندهن الطاوله. المقلاش غنقول غنجيب المقله ديالي هذه اللي غنطيب فيها. شحال فيها ما عرفش شحال فيها، سمحوا لي درت لكم الكفاع تاع المقله، نشوف شحال فيها ما تيبان لياش. المهم انا كنديرها في هذه، كتجيني هي هذيك كان هذه 28 و 28 فيها 28 سنتي. كنجيب الزبده كندهن بها، كندهن بها المقله هكا. كنديرها انا في هذه، يلا كتجيني هي هذه في السمك ديالها هكا. كنرش عليها السميد، كنرش عليها السميد هكا. حيدو الفائض، صافي كنجيبو هاد الخليط ديالنا. هاي عقادة الشتاء مبقاتش مجارية كما كانت في اللول، كنكبوها هكا في المقلة. بسم الله كنديرها فوق البوطة، كنشعل الوطا انا مقطع ما والو باش تشوفوني نقولوا خلاتها تاع درت عاده دارسه ولا شي حاجه. كلشي قدامكم، كلشي واضح وباين. باش خلاها هادو ها دوك الحمد لله. صافي كنديرها هكا وكنجيب هاد الحبيبات اللي خليت كنديرهم هكا من الفوق. ذوبت الزين ديالها. بغيتو ما بغيتوش ديروا هاد الحبوب ما ديروهمش. صافي كنغطي عليها وكنخليها على عافيه مهيله. المقله تكون ما كتلصقش. صافي دابا نخليها، ملي غنبغى نقلبها غادي نرجع معاكم. نهات هي من بعد ما دارت 15 دقيقه كتبان لي هاد الصفوريه من هنا من الجناب بلا رطابت من التحت. كديري لها باش تململ من البلاصه ديالها وغادي نقلبوها. انا كنقلبها بهادي
ما عندكش ديري طبسيل وقلبي بيها، ولا لا عندك شغلاقه بحال هكا قلبي بيها. انا هذه مع عندها فيها هذه، من كتشد كتجيني ساهله. شتي كنجيب واحد البابيل كندهن ندير بها بحال هكا نبرك عليها صافي. هي دابا راه طابت، بقى لها غير هذاك الوجه التحتاني صافي فين طيب. دابا ما تبقاش تغطيها من الفوق، ملي تقلبيها ما تبقيتيش تغطيها. تحمرين الوجه صافي الوجه ديالها. غنقلبوها لشي اخرى ندخلو دابا البوطة حتى كي جات حمرا مزويونة. غنجيبو ال التبصيل ديالها كتجي رطبة. ها فاش مشى غنقطعها معاكم واخا باقا سخونة. شفتي رطبة بحال الكيك. ان شاء الله تعجبكم. شكرا لكم بزاف على المشاركة ديالكم والمساعدة ديالكم ديالي. كنشكركم بزاف بزاف المغربيات والمغاربة ولي من ميسر ومن الجزائر ومن تونس ومن كل بلد وفي اي بلد، كاع المسلمين وكاع الخوت وكاع الاخوات الخواتات والخوت اللي معايا في القناه. شكرا لكم بزاف والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.